فين حبيبي؟ بنوش شو صار معك؟ أنا وحياتك ما رح أقدر إشي. مو مشكلة حبيبتي، والله الشغلة مو بيدي. عم قلك أبي معي وما بقدر هلأ روح لأي محل. بنوش من هون ورايح لكن لا تلوميني. إذا بكرة شفتيني مع بنت تانية تذكري مين المسؤول عن اللي صار. إحسان أنا رح أطلع من هون بلا ما تجي وتتعذبي. لك ببوس إيدك بس فهمني إحسان. أوف يا الله، كله من بابا، كله من بابا. منين جتني هالورطة؟ شو صار معه؟ طول كتير. معقول كل هالوقت بالحمام؟ هيك قلي. حبيبتي معلش أنا مضطرة أمشي، تأخرت هالدوام. سلمي لي على سميح واعتذري لي منه. أوكي حبيبتي. خلص ولا يهمك. بدي أعرف ليش هالصورة مهمة عندك يا أليس. مين هي؟ مين؟ أمي. أمي. شو قصة أمي. أمك يا أليس؟ إن شاء الله بس تعجبه التيشيرت اللي جبت له إياها. أوس؟ كأنك مبكرة اليوم، خلصت محاضراتك؟ معك حق، بصراحة كنت عم استناك. شو رأيك نروح عالكافيتيريا؟ إيه منروح، بلكي بروق أعصابي شوي وبهدى. في شي؟ متضايق كتير ومزعوج من لين، أمي، البيت، واللي صار معنا مبارح. طب امشي نروح ونحكي. لك شو صار معه هاد؟ سميح؟ راح يعني. صباح الخير خالي. مجد تفضل يا ابني. شكرا خالي، طمنيني عني. انا منيحة بس أليس مو كتير منيحة ومشغول بالي عليها والله. فيني اطلع شوفها؟ يلا اطلع. لأني ضايعة. خير بانا، انت شو جابك لعنا؟ بحكي لك أوس، هي قصة طويلة مو وقت هلأ. شو في بانا؟ شو صاير معك؟ أوس، وين في مخرج تاني غير هاد؟ ما بعرف. في باب للموظفين من هون بس أغلب الوقت عم يكون مسكر. شو بدك فيه؟ أوف يا، لو سمحت أوس مو وقت الشرح هلأ. أوس، ممكن تجي شوي معي؟ لك بس شوي؟ ليك أوس، ممكن تضل معي شي نص ساعة؟ أنا بحاجتك، أنا ضايق خلي كتير وما بقدر أطلع لبرا هلأ. الله يوفقك.
ليش؟ عود معي بالأول وبحكي لك ليش. يلا بس يا بانا. يلا أوس شبك؟ شو أوس؟ بعتذر أنا ما رح أقدر. طيب ماشي. مروة فيني أخذ اللابتوب تبعك؟ بدي فوت على النت شوي إذا ما بدك يا. هو مو إلي بس ماشي مو مشكلة خدي. شكرا شيك على إيميلي وبرجع لك يا. عم تطمني عليها؟ شو عدا ما بدا؟ كيف هلا منيحة؟ تفضل وقف على الباب وشوف بعينك شلون صارت حبيبتك. هي بأيدي أمينة. العمى وصلت فيك الوقاحة لهون. بشو مشغول فكرك؟ أنا ما بعرف بس شوفت بانا شغلت لي بالي. بما أنه مشغول فيها يعني بانا كتير بتهمك. كنتوا رفقة أنتوا صغار؟ مو هيك يعني نحنا كنا رفقة بس مو من زمان. مروة خلص انسي. ايه طيب مو مشكلة أبدا. بعدين شو بدنا فيها غير الموضوع؟ شو معك بهذا الكيس؟ لا ولا شي. كنت جايب هدية لشخص غالي بس هلأ خلص ما عاد إلى معنى. ليش؟ أوس أنا جوعانة. وأنا كمان لو سمحت. شو لوين؟ عملت لكم شاي ما تكون تشربوا؟ لا شكرا أنا ماشي. ليش؟ في عندي شوية شغل. قل لي شلون صارت؟ ما بعرف بس شكلها منيحة. شو يعني ما شفتها؟ مو فايقة بس واضح إنها منيحة كتير مو ناقصة شي بنوم. يا الله دخيلها شو صاير له هذا؟ أمورتي روح سميح من هون بيكون أحسن لك. يه حبيبي شبك؟ اوعك تلمسني. خير لين شبك؟ مو عرفان شبني؟ قلي شو كنت عم تساوي بأوضتها؟ حبيبتي أنا قبل شوي حكينا بالموضوع. بتحب ذكرك بشو قعدتني؟ لين أنت فهماني الموضوع. لا تبلش تلف وتدور أنا بعيوني شفتك جنبها. شكلك عشقانة عن جد؟ استغنيت عني بهالسهولة يا سمير؟ شو عم تقولي لين تخنتيها؟ فهميني حبيبي أنا كنت عم دور على أوضتك وبالصدفة لقيت بابا مفتوح ففضولي خلاني فوت لعندها ولما شفتها نايمة قلت لحالي بفوت شوي وبشوفها. يعني المخلوقة مريضة ومو حاسة على حدا فشو بدي ساوي عندها وانت فورا عملتيها قصة عشق. برافو عليكي. طلع فيي سميح انا ما بقبل كون انا وهي الشرشوحة بنفس المستوى. فهمان انا شو عم بحكي؟ والله عم تظلميني معك. بعدين انا ما بحب حدا غيرك وانت بتعرفي هالشي منيح. اللي بعرفه انك وعدتني سميح بس وعودك هي مو قدراني صدقها ابدا. انا بحبك لين وهذا الشي ما بده وعد فهمانه؟ معقولة؟ وعيوني إلك. طيب بنشوف. ايه خير انا رح امشي داخل. ايه رح اعمل لي لفه بالسياره. فكر باللي حكيناه بهدوء مفهوم؟ طيب بوصلك على الباب؟ لا روحي انا ماني ضيف. Thank you.
ما أكون قلت شي ضايقك مروة؟ مو هيك أوس، مزعوجة من غير موضوع. طيب قليلي شو الموضوع المزعوجة منه، بلكي بنقدر نحله. عن إذنك شوي، رايحة على الحمام. خالي هاجر، شو باينتك فقت يا حبيبتي؟ ايه والله اخيرا فقت، اوسع عطاني دواء كتير تقيل، ما حسيت عشي دغري نمت. ايه منيح احسن لك، وباينت هالنومة ريحتك. اليوم اجاكي زوار كتير أليس. والله جد؟ ايه اجا سميح وراح قبل شوي. منيح لكان اني كنت نايمة. ومجد اجا زارك، حتى عملت له شاي بس ما رضي يشرب. امتى اجا؟ اجا وقت اللي كان سميح عندك، طلع لهون وبعدين نزل، بس راح بسرعة لأنه قال عنده شغل كتير. وقت إجا مجد وين كان سميح؟ أنا ما شفته تحت، يمكن كان بغرفة لين. أوف يا الله. أكيد مجد وقت لقاكي نايمة ما رضي فيقك، بيكون عصب ومشي فورا لأنه أكيد شافه لسميح. والله بجوز يا بنتي، ولما راح كان شكله مو رايق. ايه بعرف، ولهيك لازم روح وشوفه بسرعة. بس انتي مريضة، اجلي هالمشوار لبعدين. اذا اجلته ما بستفاد شي، هلأ لازم روح شوفه. والله اعصابي ما راح تهدأ الا اذا جبتلي شي من ظريفي هلأ. ايه خليني اشوف مين في بالقائمة. جميلة؟ لا. شيرين؟ مو حلوة. ريهام؟ ايه من زمان ما اجت، بس لازم جهز لها شي هدية محرزة قبل. اوف شلون نسيانة مفتوحة؟ منيح انه الفيش محطوط بالكهرباء مشان الشحن. خلينا نشوف لمين سجلنا اخر شي. والله وقعتي يا بانا، شو مشتهي شوفك هلا. نعم. في كلمتين لازم احكيهم انا وياك. ليش؟ الحكي مع سميح مو مكفيكي؟ اوف، متوقع تكون ردة فعلك هيك لانك شفته بالبيت. شو جابوا لعندكم؟ مجد، سميح مو معقول يجي يشوفني، هو اجى لعند حبيبته. وانا عم اقول هيك، حبيبته. طيب هلا انت ليش معصب مني؟ بالنهاية هداك بيت للين مو بيتي انا، ما بقدر امنع حدا يفوت عليه. ايه وانا ما فيني حدد لمين يجي لعنده من رفقاتها، واذا بيحبوا بعض فشو دخلني. هالحكي كله ما عاد مهم بالنسبه لي. شو بتقصد أليس؟ انا كتير تعبان، اذا ما عندك شي تاني تقولي. لا عندي، لا سميح ولا غيره بسمح لهم يؤذوا علاقتنا ويدمروها. قدروا يدمروها. اسمعي، انتي في اتنين شاغلين قلبك، حافظي على سميح لاني انا انسحبت. مجد ليش ما عم تستوعبني؟ سميح ولين بيحبوا بعض وبيجي احيانا على البيت ليشوفها، ليش انت عم تدخلني بهالقصة؟ سميح باي صفة بيفوت على غرفتك؟ كيف؟ أليس لما فتت على غرفتك شفت سميح قاعد على تختك وحاطط ايده على وشك. وهيك خلصنا النسخ كويس. وحسان عم بيألف لي قصص وحكاية عن شو عمل هديك الليلة. ورجية وطالعوا كذاب؟ لا مو وقتها هلأ، بلاها خليه واقف معي. بالأول منبعت نسخة لبانا،
ماشي يا بنوش خانم، رح خليك تندمي على كل شي عملتي معي، ورح شوف شو بدك تعملي لما بيوصلك هذا الإيميل. إيميل تاني أكيد بيكون طار عقله لأني محيت له الصور. طيب هات لنشوف شو اللعبة الجديدة اللي عم بتدور براسك هلأ. يخرب بيتك شو هاد؟ سكر بقى، شو عم شو صار لهاد؟ شو صار؟ يوفقك يا سميح. شو شبكي؟ مثل العادة ما في جواب؟ يا خسارة، ما كنت مفكرك هيك جبانة. نجد، اصحك تحكي شي وتندم عليه بعدين. نسيت كل شي، انك طلعتي بسيارة سميح ورحتي لعنده على البيت وطنشت على كتير مواقف. كل هدول حكينا فيهم. مزبوط، صح، كل هالمواقف صارت صدفة، ومع هيك أنا نفذت وعودي لإليك ومرة قلتلك إياها. بس مبارح شو؟ أليس تخانقت معهم كلهم، تحديت عيلتي كرمالك، وبابا ما رديت عليه. وشو شفت لما رحت وفتحت الباب؟ شفتك وانتي بين إيديه وهو حاملك. انت بتعرف منيح كيف طلعت من البيت وقتها. خلينا نقول اني ظالمك وعم افهمك غلط على طول. اليوم الصبح قلت انه لازم اكون جنبك وما اتخلى عنك ابدا، بس انت خزلتيني. شو بتقصد؟ أليس حاجة تكذبي علي؟ كنت سوا بغرفتك وهو قاعد على تختك. انا كنت نايمة مو حاسة على شي من الدواء اللي اخدته. بكفي لهون وبس. أليس أنا حبيتك، صدقيني حبيتك لدرجة أني وقفت بوش كل الناس اللي حوالي، بس أنت تخليتي عني من شهر واحد تافه. لا يا مجد، لا تقول هيك. بعد عني، أنا مو غبي أليس، صحيح بحبك بس أنا ما بساوي، وبتمنى لك تكوني مبسوطة بحياتك. ماما، أنا لما أكون معك بكون مبسوطة. لو سمحت اطلعي من بيتي. وصلت معك لهون؟ لو سمحتي. الجرح الأول من أمي وأنت الجرح الثاني. شكراً مجد، شكراً لأنكم ما خليتوا في أمل تاني بهالدنيا.